تحرص مؤسسة قطر على تشجيع ودعم التنمية والابتكارات والبحوث المبنية على الحلول، فتحتفي جائزة أفضل مشروع بحثي وأفضل ابتكار بأنجح البحوث والابتكارات الرائدة التي تخرج من منظومة قطاع البحوث والتطوير بدولة قطر. تتوج جائزة أفضل مشروع بحثي القدرات الوطنية المبذولة في سبيل معالجة التحديات من خلال البحوث وترجمتها إلى نتائج فاعلة. وستذهب الجائزة هذا العام إلى مشروع ممول من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي لصالح مؤسسة حمد الطبية. يعالج المشروع الذي يقوده كل من الدكتور طلال خضر العنزي والدكتور ديفيد أرمسترونغ مشكلة تقرحات القدم عند المصابين بداء السكري. يتناول الدكتور طلال العنزي وفريقه واحدة من أهم الحالات الطبية الشائعة في دولة قطر، وهي داء السكري، وقد ابتكروا طرقاً جديدة وفاعلة لمعالجة المضاعفات الناجمة عن هذا المرض. It is crucial to try to prevent complications before they develop. Over the past 12 years, we came up with different solutions for our management and prevention of the diabetic foot ulcers. توصل هذا المشروع إلى إيجاد مجموعة من برامج العلاج البارعة مع الاستعانة بتقنيات حسية وتفاعلية تحفز وتراقب وتطور السلوك اليومي في التعامل مع مضاعفات المرض، الأمر الذي سيمكن كل من المصاب والمعالج من التعامل مع هذه المضاعفات والوقاية منها. Our solution is a set of three smart tools that work together in unison. First is a body-worn sensor that tracks daily activity related to diabetes care. Second, a so-called smart sock, which collects a large amount of valuable information about the foot key biomechanical risk factors, temperatures and pressure, as well as joint range of motion in the foot. This valuable information does help us individualize the treatment for each specific patient. Finally, we developed a virtual reality system that uses a gamification that improves adherence to regular exercise, improves balance and recovery from muscle loss. Applying this research with these smart tools can help us prevent the amputation to the level of 70%. This research and these smart tools wouldn't have come up if it wasn't the support of Qatar Foundation through the National Research Fund. من خلال الجائزة أفضل ابتكار يتم تحقيق الإمكانات التجارية والترخيص للمنتجات المبتكرة للغاية وتوفيرها في السوق. وفي هذا العام تمنح جائزة أفضل ابتكار في المؤتمر السنوي للبحوث 2018 إلى الأنظمة المتقدمة للنسخ والترجمة من معهد قطر لبحوث الحوسبة التابع لجامعة حمد بن خليفة. نظام النسخ المتقدم كاتس هو حالياً أفضل تقنية جديدة لترجمة اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية، وتستخدم بالفعل في عدد من المؤسسات الإخبارية في العالم. CATS is QCRI Advanced Transcription System. It's an intelligent application that makes use of big data and deep learning algorithm. In essence, CATS converts speech into text in real time. The application handles both modern standard Arabic and dialectal Arabic. The system is particularly excellent in dealing with content for the broadcast domain. كما ترون على الشاشة أتحدث بطلاقة ويقوم النظام بالتعرف على الصوت ويتحول الصوت من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية في الشقين. Actually, it has been in production with Al Jazeera website for the last 3 years. حرصنا في الجزيرة على أن نتعاون مع هذا المنتج مع شركة محلية أو مؤسسة محلية، وتعاوننا على مدار 3 سنوات ونصف حتى الآن، ووصلنا إلى نسبة دقة تصل إلى 85%، وهي نسبة نعتز بها كونها في المقياس العالمي هي عالية جدا. والفيديو الذي كان يأخذ منا 3 ساعة إلى 25 دقيقة الآن يأخذ منا 3 دقائق إلى 4 دقائق، وهي إنجاز نعتز به ونفتخر أيضا. والآن إلى جانب كونه يفيد ذوي الاحتياجات الخاصة، تساعدنا في ترجمة هذا المحتوى المهم بالنسبة للجزيرة إلى اللغات الأخرى التي أطلقناها مثل الصينية والإندونيسية. Today, also the BBC
ميديا مونيتورينج اند دويتش ويلا ار يوزينج كاتس. يعد نظام النسخ المتقدم كاتس انجازا مميزا في حقل تنافسي للغايه، ونشعر بالرضا ازاء منتج معهد قطر لبحوث الحوسبه الذي ساعد الكثيرين في الحصول على فهم افضل للعالم المتحدث باللغه العربيه. سوف نستمر في مسيرتنا لتقدير ودعم الباحثين ورواد الأعمال المحليين الذين برهنوا وضوح رؤيتهم وشغفهم ومثابرتهم، ومن خلال التعاون نتمكن من تحويل التحديات إلى فرص. I would like to thank our team at QCRI and special thanks to Qatar Foundation. Thank you.